وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عند البخاري: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. نعم، يكره الإنسان أن يصلي في الملابس الحمالات أو ما يسمى العلاقة، هذه يكره للرجل ذلك، والصلاة تصح على كل حال، لكن يكره له ذلك، والله أعلم.